يعني دائما ما هيك بنحكي بصباح الخير عن الموضه والقصص المتعلقه يمكن بالنساء اكثر، بس اليوم خصصنا لكم وقتكم. الله يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك يا رب. دائما عشاق الموضه والاناقه من الرجال بحبوا انه يواكبوا احدث الترندات من الازياء الكاجوال يلي بتعطيهم اطلاله انيقه مثل ما بيقولوا بكل زمان وبكل مكان. ولكن الفرق بين السيدات والرجال انه الرجال بيحبوا يكونوا على الموضة ولكن ما بيروحوا للإكستريم. أوكي. بيضلوا شوي محافظين على يعني المتعودين عليه. لهيك اليوم ضمن فقرتنا رح نحكي أكثر عن موضوع إطلالة الرجل آدم بطرق مختلفة وعصرية ومناسبة لشكل الجسم وحتى لمهنته وعمله وشخصيته مع مصممة الأزياء مايا حقون. صباح الخير. صباح الخير. يسعد صباحك مايا وأهلا وسهلا فيكي معنا. يعني حنعطيهم هيك وقتهم اليوم للرجال قد ما بدهم. أوكي، بداية مايا هيك عطينا لمحة خلينا نقول سريعة عن الشيء اللي ترند رح يكون بما يخص موضة الرجال بال 2021. هلا اكثر شيء رح تلاقي انه بس الهاي نيك، خصوصا بالايام شوفي العروض العالميه كثير ركزوا على غطاء الراس، الهودي والقبات العاليه. تمام. الالوان نفس الالوان تقريبا اللي مقربه للموضه النسائيه، الموتارد، الاصفر الليموني، الموف الفاتح. رح تدخل شوي الباترن النسائيه فينا نقول المورد والهي، بس واحد ما يكون يعني ياخذ مثل ما حكى الشاب انه الاكستريم ناخذ منه، لا، يكون عنده قطعه واحده بس من هاللون. تمام. والباقي الكاجوال او اللبس الكلاسيك تبعه. اوكي. تمام. طيب شفنا كثير خطوط موضه قديمه عم ترجع بقوه بال 2021، يعني اذا بدنا نبدا عن القطع المناسبه للرجل وطوله ووزنه وحتى عرض كتافه او مهنته، كيف منختار وبنفس الوقت منكون على الموضة؟ هلأ بالنسبة أهم شيء بالموضوع يكون في نسب. يعني أنا كان الشاب عندي مثلاً أول قاعدة نركز فيها هي أنه منظر السبعة كتاف وخصر، وبعدين بنشوف النسب تبعه طوله قديش، شو ممكن يناسبه بالنسبة للطول. الشخص اللي أقصر شوي نعتمد البليزرات القصيرة، القطع القصيرة بشكل عام، المونوكلر يكون من فوق لتحت لابس لون واحد، ما كتير يكون عامل ألوان. الشخص الطويل احتمال انه يلبس قبات مفتوحة أكثر. تمام. انه الشخص الأقصر فيه يلبس قبات الصينية، كمان رجعت موضة 970 هلأ كتير كتير، كانت من خمس سنين ولا تزال السيفنتيز عم نشوفهم كثير، استمرت ورح تكمل حتى بالفورمال سوتس بالبدلات الرسميه. رجعنا نشوف الكارويات العريضه، الكارويات اللي بتطول تماما، نشوف كثير شغلات بنقول لو باللهجه العاميه بدي احكيها شو لابس مثل جدي. لا هو لابس مثل جدي لانه هو على الموضه بال 2021، ورح يرجع كمان السوت اللي شوي عريض مو المكسم. يعني بس هذا بدك يعني وقت اللي تلبس قطعه فيها شويه تعرض بدك تكون عند حدا محترف مشان يكون بتناسق النسب المضبوطه لحسب 100% طول وعرض كل شخص. بنركز بالشخص مثلا وين في انحف قرنه عنده، نعمل عليها كومنت. مثلا هو عنده شويه بطن بنخلي انه شيء يشده مثل البدريسه الفيست اي شيء يعمل له اب لفوق. تمام. مايا لاي مدى مهم اليوم الشاب يختار الثياب اللي هن يكونوا مناسبين مع شخصيته؟ يمكن هذا الشيء نحن كبنات ايه عن جد عنا اياها، انه بتحبي تلاقي الثياب اللي تحسيها مناسبه لشخصيتك، ولما تطلعي شوي عن هذا القالب اللي هو ما بيناسب شخصيتك يمكن الوحده ممكن تتضايق شوي او تلاقي حالها تستغرب حالها. فقد ايه نحن مهم نلتزم بالشيء اللي بيناسب شخصيتنا، وامتى لا بتقولي انه جرب شيء جديد او اعمل شيء جديد؟ كلياتنا لازم نطلع من البوكس اللي نحن محصورين فيه. يعني كلياتنا بتعرفي انت كيف بتدخل، انا وقت يجي عندي شاب ليعمل ديزاين له بخلي ينقي اللي بده اياه. اجاني مثلا عريس مصر على بدله كحليه، خليت معه اخر شيء قبلت بالكحله، بس خليته يلبس مثلا بدريس مشان يعمل ليفتين واب يعني يمكن تكون اضافه بسيطه بس هي تعمل فرق. خلينا نقول لازم يكون يعني يكون عنده هو الشخصيه الكلاسيك، بس كم قطعه غريبه مثلا شغل يدوي فولار، شغله يحطها تكون هي غريبه بس بنفس الوقت تشعر هو بالراحه، معكس شخصيته تماما، يعني تتماشى مع شخصيته. صح، يعني انا ما فيني اجبر شاب
ما بيقدر يلبس شغلات فلوري وموردة ومعرقة وجماجم وطبعات وقصص إنه يلبسهم، مثل ما قالت آية رح يلبسهم مجاملة لخطيبته لزوجته أو لحدا، بس أبداً ما رح يكون مرتاح. ما بنعمل له إياها بشكل هيك كتير قوي، مثلاً مثل ما قلت لك الباترن، إذا ما بيحب الباترن يكون باترن صغير، يعني وردة فلورال صغيرة بقرنة معينة من الجاكيت أو قميص، ما يكون كله فلورال، الأب تبع الجيبة يكون منه فلورال الجوة. هون عطينا تاتش صغيرة كسرة اللمسة، تاتشات صغيرة مشان ما كتير كمان هو يطلع برات شخصيته. طبعا. الشخص اللي ما بيحب الألوان البنية خلص قولاً واحداً أنا ما بقرب له على البنية غصباً، بس نحط تاتش يعني فيها. طيب شو الأخطاء اللي بنقع فيها نحن الشباب باختيار ملابسنا؟ هلا بشكل عام أول شيء الشباب اللي ما بيلاقوا ثياب يعني مناسبة لشخصيتهم، هي المصيبة. أنا بقول لك إذا بدك تبلش الخزانة تبعك من الزيرو لازم يكون عندك الماست هاف. الماست هاف هو الأبيض والأسود، بنطلون، جاكيت، قميص، هاد لوني. وبعدين بس لقيت هاد لون الكوليكشن عندك صار بسهولة إنك تزيد عليهم قطعة وفيك تلبسهم معهم. أوكي، يمكن مايا أغلب الشباب ما عندهم حب خلينا نقول لحتى يضلوا مثل الصبايا ينزلوا على السوق يشتروا كل مرة قطعة جديدة وهيك، وإجمالاً كمان نكون واقعيين يعني الوضع ما عاد يمكن مناسب إنه الواحد والله كل كم شهر كل شهر مثلاً على الأقل ينزل هيك يعبي خزانته، مثل ما بنقول ما عاد مناسب هذا الشيء. من القطع اللي موجودة عندهم الشباب كيف ممكن يحولوها لشيء ترند يناسب خلينا نقول الوقت اللي نحن فيه، وبالإضافة القطعة الكلاسيك مثلاً تتحول لشيء سبورشيك مثلاً؟ هي خطة إنه واحد يشتري أساساً يعني لو كان الوضع المادي جيد إنه يشتري كل فترة قطعة جديدة هو رح يفلس حاله قولاً واحداً. يعني الموضة مو شيء سهل إنك تلحقيه، مشان هيك الواحد يكون عنده شغلات الكلاسيكية دائماً يزيد عليها القطع. هلأ اللي كتير تريند صايرين الحشات الصوف اليدوي، الفيستات اليدوي، الطاقية اليدوي، قطعة 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 ويمزجهم مع هاد لون يكون هو مثلاً مثل ما قلت لك الخزانة تبعه كملت بالأبيض والأسود مع القميص الأبيض، البنطلون الأسود العادي، سكارف. تمام خالصين. يعني اوكي ممكن لاحقا ياخذ قرض من البنك لحتى يشتري جاكيت بعدين ياخذ قرض ثاني يشتري الكنزات الصوف اللي صاروا اسعارهم. اهم من اللبس شخصيتك. انت لازم تحس حالك حلو. هلا بهالظروف الصعبه عن جد الواحد يقلل من ثيابه ويعزز ثقته بحاله 100%. يعني والقطعه الموجوده عندنا بنرجع يعني مثل ما قلت بالبداية السبعينات وأوائل الثمانينات، إن كان الطقوم الرسمية وإن كان الملابس وإن كان حتى البليزرات رجعت وبقوة بال 2021. يفضل يعني والله أحلى. فلذلك نحن ما نرمي شيء، ومثل ما قالت آية كمان نرجع ننسق خزانتنا وإعادة تدوير للقطع. يعني ما في يعني الشغلات مثلا حتى التيشيرتات القديمة قديش حلوة واحد إذا مسكهم أصل لهم القبة تبعهم خلص غيرناهم ولبسهم فوق قميص وطلعت الشيء ترند. هي موضة كمان الشيء القديم عم يطلع حلو يعني المشقوق المهتري قليلا ممكن تخطر ببالك ممكن تطلع تنسيق كثير لذيذ. يعني ما ضل غير نشكرك كثير للمعلومات اللي شاركتينا فيها. شكرا كثير لوجودك معنا. اهلا وسهلا فيكي معي.